Superheroes stand watch when danger closes in. But they have one thing in common they never show up in the real world. Until Ulysses. Every superhero comes to us with a purpose. He's a superhero. You have any enemies? Hungry. What now? Come on! Okay, that's not really talking, but still! ازيكم يا جماعه عاملين ايه ورجعنا النهارده مع فيلم جديد لسه نازل النهارده على شبكه ديزني بلس اسمه فلورا اند يوليسيز الفيلم بطوله ماتيلدا لورر وجون كاسير واليسون هينيجن وبن شوارتز وبنجامين ايفن انسورث ومن اخراج لينا خان الفيلم مأخوذ من قصة نزلت للأطفال من كتاب نزلت للأطفال سنة 2013 للكاتبة كيت ديكيميلو وبتحمل نفس الاسم فلورا اند يوليسيز الفيلم بيحكي باختصار عن طفله صغيره اسمها فلورا والدها شغال رسام ومؤلف قصص للكوميكس والابطال الخارقين ووالدتها بتكتب قصص رومانسيه فاللي حصل ان والدها محبط جدا علشان مش عارف يسوق للقصص بتاعته وما فيش حد يعني مؤمن بقدراته وحلاوه القصص اللي بيالفها فاللي حصل ان والدها ووالدتها الاثنين انفصلوا عن بعض فهي مش قادره تفهم ايه السبب او يعني ايه ال... يعني ايه كلمه طلاق او يعني ايه انفصال بالنسبه للموضوع ده وبتقضي وقتها طبعا في راية القصص المصورة وبتنجذب للعالم بتاع القصص المصورة لحد في مرة جارتها كانت بتجري ورا مكنسة كهرباء مش قادرة قادر تسيطر عليها بتجري يمين وشمال فاللي حصل ان المكنسة الكهربية دي داست على سنجاب موجود كان في الارض فلورا اللي هي البنت جريت على السنجاب وطلعته من المكنسة اللي هي شفطته وبتحاول تنقذه بأي طريقة علشان يعيش فبعد ما صحي طبعا هي مؤمنة جدا بالقصص المصورة فهي متأكدة او اكتر من متأكدة ان السنجاب ده اكيد اكتسب قوة خارقة ليه علشان معظم القصص المصورة وقصص الابطال الخارقين دايما بتبتدي ان اصحابها بيبتدوا بحادثة وبعد كده بيبقوا مكتسبين قوة خارقة فالسنجاب برضو نفس الحكاية لحد هنا وتبتدي احداث الفيلم وما نحرقش بقى الاحداث رايي في الفيلم لا فيلم جميل خفيف للاسره والاطفال الاطفال والاسره اللي هيستمتعوا بالفيلم ده جدا والفيلم كوميدي وبيحمل معاني حلوه جدا تكاد الافلام الجديده او بعض الافلام تنعدم من المعاني والحاجات دي فالواحد وصل مثلا انه بيتفرج على الافلام علشان يتسلى وبس لكن الفيلم ده لا بيعلم حاجات حلوه جدا الاسر كثيره مفتقداها وبكرر تاني اقول الفيلم اسمه متوجه خصيصا للاطفال بس طبعا الكبار لو اتفرجوا لا فيلم برضه مسلي ليهم وممتع. الحلو في الفيلم ده ان الممثله اللي هي البطله البنت اللي هي الطفله فعلا تحسسك ان هي طفله مفيش تاثير فعلا من كسكريبت او سيناريو وحوار او كده يطلعها من المود ده يعني زي الافلام التانيه اللي بيبقى ابطالها اطفال اه بيبقى ابطال ش... اطفال ش... لكن كلامهم وطريقة تفكيرهم لا مش كده خالص ويكون الهدف من الطريقة دي اضحاق القبار لكن لا هي فعلا طفلة كتفكير وكل حاجة والاطفال اللي زيها ينبسطوا بالفيلم والكبار كمان تقييمي الشخصي لفيلم فلورا اند يوليسيز أه مفيش ما فيش تقييم أه انا سايب لكم التقييم ده ليكم تمام ولو اتفرجوا ال... على الفيلم ده وعجبهم ياريت ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه واللي اتفرجوا ما عجبهمش يا يقولوا السبب في الكومنتات أه علشان نبقى نتناقش مع بعض وسلام